شاركت وزارة التربية والتعليم في اجتماع الجمعيات العمومية الرابع والستين للجمعيات الدولية لتقييم التحصيل التربوي الذي استضافته وزارة التعليم الفرنسية بمدينة برسي نعم وقد اشتمل الاجتماع على عدة لقاءات وجلسات تعاونية لمناقشة المستجدات في الدراسات الدولية التي تشارك فيها مملكة البحرين كدراسة الاتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم والدراسه الدوليه لقياس مدى تقدم القراءه كما شمل الاجتماع مراجعه مشاريع ودراسات الجمعيه وامكانيه الاستفاده من البحوث والدراسات والجوائز التي تقدمها في مجال التربيه والتعليم في العالم